So, thank you very much. If you can take your seat, we are just starting. Shukran, shukran jazilan. I'm Jacomo Matzone, and I'm the chair of the Pnma, which is the Policy Network for Meaningful Access. It's important that we have five. ولكنها لم تستطع التواجد معنا لأنها موجودة في المغرب إذا ما الذي سوف نبرهه الآن؟ مفهوم المينينج أكسس النفاذ ذو المغزى حدد أكثر من مرة خلال السنوات نحن عندنا ادبيات متراكمه حوله ولقد عولج في اكثر من نقاش من نقاشات الاي جي ما سنحاول القيام به في هذه الامسيه هو اضافه طبقة جديدة من النقاش حول هذا الموضوع وأبدأ باليمين أو أقصى اليمين بروبرتو بيجارانو وزميل كيسوكي كيمامورا أتمنى أنني لم أخدش اسمك من جامعة إيبوكا يمثل أي جي في الياباني وزميل باولو من المنظمة الدولية للحقوق الملكية الفكرية ثم من الاتحاد الدولي للاتصالات زميل مارتن ومن والسيدة وان لا ماغواوا من الجلوبال ديجيتال بارتنرشيب ومن اونيكا ايضا عندنا لورين نبدا مباشره اذا بالموضوع ونبدا بمساهمه عن بعد من طرف فينت سيرف فهو رئيس لجنه القياده وهو ايضا احد اعضاء لجنتنا نحن البي ان فقد أرسل الينا هذه المساهمه القصيره ومساهمته متصله بالموضوع الذي ناقشناه معه السنه الماضيه فإحدى أسباب الصعوب للوصول ذي المغزى هو التكلفة تكلفة أجهزة والمسألة الثانية متصلة بوصول الذكاء الاصطناعي المكثف لل... للصوره فينس سنتحدث عن نظم سهلة الوصول وعلينا أن نأخذ مع الاعتبار العوامل الاقتصادية وتكلفة هذه النظم فهي هامة جدا علينا أيضا أن نخفض التكلفة بأي أسلوب كان سواء من خلال التدعيم من جعل من أجل جعلها مقبولة التكلفة ونحتاج إلى تفكير من أجل جعل هذه الأجهزة قابلة أو مقبولة التكلفة بالنسبة للناس والذكاء الاصطناعي معناه هو أنه ينبغي أن نفهم كيف تشتغل هذه الأجهزة على سبيل المثال أحد زملائي وزملاء مع أسف الصوت رديء جدا ويصعب على المترجم القيام به المشكله كما قلت لكم في بدايه هذه الجلسات هو انه ليس هناك او هناك اختلاف ما بين السببيه والعلاقه المباشره. الصوت مع الاسف كان رديئا جدا وصعب المترجم بذلك. اكدت لنا هذه المشاهد انه ليس دائما من النجاح ان نصور رسائل صوتيه بالايفون لان الصوت كان رديء بالفعل هذا ما قاله رئيس الجلسه هذه مسامه الاولى في النقاش لنعود اذا الى النقاش في القاعه اونيكا هي التي ستبدأ ستحدثيننا عن تجربتكم وعن تقرير هام يخص موضوع الوصول ذو المغزى شكرا من الاساليب التي تمكننا من تعريف الشخص الذي له وصول ذو مغزى هو الشخص الذي يملك سرعة كافية للاتصال والذي يملك جهاز ذكي مثل التليفون الذكي كمنفذ أولي لدخول في الإنترنت ويمكنه أيضا الوصول للإنترنت كل يوم كل ما احتاج إليه والنفاذ أيضا إلى بيانات أو حجم بيانات غير محدود البحوث التي نملك والتي قمنا بها تبرهن على أننا بحاجة إلى إعادة التركيز على المطلوب من مجهودات من أجل أن نحفز الوصول ذي المغزى بهذا التعريف والذين ينعمون بال وصول ذي المغزى عندهم حظ أكبر لاستخدام الناجع للإنترنت وإيجاد مثلا وظيفة أو اتباع دورة دراسية أو تحسين حالتهم الصحية إلى آخره وبطبع الوصول للأجهزة مقبولة ومعقولة السعر هي تحدي الأكبر لكي تحقق الاتصال ذو المغزى. وعلى الرغم من انخفاض اسعار الهواتف الذكيه الارخص فانها تكلف تقريبا 25% من الدخل الذي تملكه اسره معيشيه متوسطه في الدول الفقيره. نعم بالفعل هذا هو الذي يمنع الوصول ذو المغزى كما قاله فينت في مدخله نحن في اليابان لأول مرة في هذا المنتدى واليابان هو من تلك الدول القليلة التي من دول الاي جي اف التي تستخدم التي لا تستطيع ملاحظة لاتينية مرة أخرى في الماضي كنا نظمنا أجياف في بلد عربي في مصر السؤال مطروح هل عدم استخدام الأحرف اللاتينية قد يعيق النفاذ للإنترنت؟ مرحبا اسمي كيسوكي كاميمورا شكرا على دعوتي أنا أستاذ في اللغة اليابانيه وفي اللغويات في جامعه طوكيو عندي بعض التاملات والملاحظات فيما يتعلق بهذا السؤال ما يق... انا اخشى ان ما ساقوله ربما قد لا يلائم موضوع هذا الاجتماع ولكن في كتابه اللغه اليابانيه بالطبع قد يكون في ذلك يعقل الوصول الإنترنت في اليابان هناك جانبان اثنان في هذا الإشكال جانب تقني وجانب إجتماعي وثقافي. لأبدأ بالجانب التقني هناك مشاكل تقنية واجهناها من أجل تمكين الأحرف اليابانية على الحواسيب والتطبيقات. انا اتذكر عندما لم تكن النظم الحوسبيه تستطيع تحمل اليابانيه عندما كنت طالبا ولو كان الحاسوب يتحمل الاحرف اليابانيه ولكن هناك برامج مثل برامج التحرير والبرامج الاخرى قد لا تتحمل اللغة اليابانية بشكل ناجح ولا يمكن مثلا يمكن مثلا الكتابة ولكن لا يمكن استخدام خاصية مراجعة الاملاء او النحو او شيء من هذا القبيل واتذكر ان في البريد الالكتروني المكتوب باليابانية عندما ترسل فإنها تشوه وكانت تصل الى مستقبلها مشوهه هذه المشاكل الفنيه بلبنية مع الاسف مع الحسن الحظ استطعنا التغلب عليها بفضل مطورين تجاريين وغير تجاريين وهذا تم قبل ان يتوفر الانترنت للجمهور الموسع إذا كان هناك مشكل ولكنه مع حسن الحظ لم يبقى طويلا. إذا ولو أن كان هناك هذا العائق التقني لم نمنع اليابانيين من الوصول إلى الإنترنت بشكل ناجح. المستخدمون العوام للإنترنت في اليابان يثقون في استخدام لغتهم في الإنترنت لأن ال مشاكل التقنية قد حلت نيابة عنهم قبل تعرضهم لها لو لم يكن عندنا إذا هذه القدرات التقنية لتحمل اللغة اليابانية لما استطعنا في اليابان أن نستخدم الإنترنت بالأريحية التي نستخدمه بها اليوم إذا حللنا المشكل كان عندنا مشكل ولكننا حللنا حللنا المشكل قبل وصول الانترنت ولو كان هذا المشكل لم يحل بعد لكان مشكلة عظمى بالفعل شكرا جزيلا هذا خير مثال على ما يمكن ان يحصل في بلدان لا تستخدم الاحرف اللاتينيه، والسياق اهم جدا لانكم في بلد عندكم الادوات والامكانيات الماديه لاشتراء الاجهزه والحوسبيه وتواجهون خطرا اقل من الاقصاء، ليس هذا هو حال البلدان كلها مع الاسف عندنا مشارك عن بعد اتمنى ان يقدر الاتصال هو ممثل حكومي واسمه ستيفن مايتانا هاو وهو وزير من بابوا غينيا الجديدة وزير تكنولوجيا المعلومات وسوف يحدثنا عن تجربتهم في بابوا غينيا الجديده بمساعده خبراء يتم مساعده بابوا غينيا الجديده في, في تقليص الاقصاء من ثوره الانترنت شكرا السيد مانتنا لك الكلمه شكرا لك سيدي الرئيس هل يمكن هل يمكنكم سماعي؟ نعم مرحبا بكم من بابوا غينيا الجديدة سعيد بالتواجد معكم ولو عن بعد عندي بعض التعليقات تجربتي المهنية وغير المهنية بالطبع هي أتية من وضع بلدي بابوا غينيا الجديدة وهي أرخبيل في شمال أستراليا وشرق إندونيسيا 11.7 مليون نسمة بلدي يحتضن 12% من لغات العالم اي تقريبا 846 لغه فهو تحدي كبير قد يعيق الاشتماليه وهنا اريد ان اتحدث عن موضوع الموصوليه ذات المغزى وما معناها بالنسبه للبابا الجديده هي من اولويات الحكومه منذ بدايه 2000 بدايه 2003 عندما تم إدخال أول مشغل للهاتف النقال وخاصة عندما بدأنا التنافس بإدخال مشغلين آخرين في نفس المجال في 2009 ومنذ 2009 وخلال عقد من الزمن لاحظنا أن أغلبية البحث على الإنترنت في بابوا غينيا جديدة كانت تخص موقعين اثنين أولها هو بي اس هو البنك الأكبر في بلدنا بنك ساوث Pacific والموقع الثاني هو ان ار هو رابطة الرقبي الوطنية الكرة المستطيلة وبابوا غينيا جديدة أحب كثيرا الركبة، وبالطبع هناك موقع الفيسبوك الذي كان يزار من عندنا. لمدة عشر سنوات كانت هذه المواقع الثلاث المستخدمة عندنا. ما مغزى من ذلك؟ المغزى من ذلك بالنسبة للحكومة هو لماذا لا ينفذ سكاننا إلى المعلومات الأخرى المتوافرة في الإنترنت والخدمات الأخرى المتوافرة في الإنترنت والتي قد تزيد من مستوى إنتاجية الناس وتساعد الناس على تنمية سبل عيشهم لماذا لا ينفدون لها إذا ما الذي لا تقوم به الحكومة من أجل تيسير النفاذ للخدمات الأخرى الموفرة على الإنترنت أو إخبار المستخدمين أو توفير خدمات على الخط إذا الموصولية ذات المغزى بالنسبة إلينا هي أن يصل المرء للإنترنت لغرض معين أي أن, ي... أن تضيف الموصولية قيمة لسبل العيش وللإنتاجية وهناك في 2009 بدأنا نفكر في الانتقال من الوصول أو النموذج التقليدي الموصولية إلى نمو... و... وزيادة البنى التحتية وتوطيدها إلى موصولية تقوم على الخدمات وفي 2020 بدأنا العمل في ذلك. وتبع ذلك بإجازة القانون الخاص بالحكومة الرقمية في 2022 وفي 2023 حتى 2027 هناك الخطة الحكومية للرقمنة. القرار هو أن نقدم خدمات رقمية للناس وضع المواطنين في المركز تيسير الخدمات وتوضيحها فانتقلنا بالفعل إلى هذه الخطة وهذا ما نعمل عليه ابتداء من 2023 لتقديم طيف موسع من الخدمات الرقمية. انتقلنا أيضا من الموصولية إلى الموصولية التقليدية إلى الموصولية القائمة على الطلب وعلى الخدمة. وهذا هو المعنى الحقيقي لما يسمى عندنا بالموصوليه ذات المغزى (meaningful connectivity) توقفوا هنا شكرا شكرا لك على مساهمتك نعم يبدو ان الرجبي والكرة المستطيلة تعتبر من حقوق الانسان الاساسية لمواطنكم بالنسبة لايطاليا هي كرة القدم وليس الكرة المستطيلة اتمنى ان تبقى معنا أنه ستكون هناك أسئلة موجهة لك في الجزء الثاني سأعطي الكلمة الآن لجزء خاص من هذا النقاش وهو الجزء المخصص للمنظمات الدولية لأننا نؤمن بأن المنظمات الدولية تؤدي دورا خاصا في استحداث أو على الأقل تدعيم الممارسات الفضلة في تغذيتها وفي توفيرها لدول أخرى سأبدأ بإفلا وهي رابطة المكتبيين ماريا براسديفر معنا تفضلي شكرا لك يا جاكم وشكرا لك دعوتي لهذه الجلسة قبل أن تحدث عن وضع المكتبات اريد ان احدثكم عن معنى في اكسس الوصول ذي المغزى بالنسبه الينا اعتقد انه من اللازم ان ناخذ بعين الاعتبار ان المكتبات لا زالت في تطور مستدام ومستمر في 2023 لا ينبغي ان تعتبر المكتبات كفضاءات كمجرد فضاءات للكتب والارشيفات بل هي فضاءات قد تاقلمت وتكيفت تطورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم فهي فضاء متعدد الاغراض لخدمه المجتمعات المحيطه بها. ومن اللازم ان لا ننسى ان المكتبات يمكن ان تكون نقطه وصول لاولئك الذين يحتاجون للوصول الى المعلومات ذات المغزى، وكذلك بالنسبه لاولئك الذين يشتكون من الهوى الرقميه. المكتبات فيها بنى تحتيه متعدده الاغراض تمكن من النفاذ للانترنت للجماعات التي تعيش في محيطها المباشر وساعطيكم مثالين مثال لجيلن وهي شبكه المكاتب الكبرى والحاله الثانيه هي حاله مشروع Digital Skills at your local library ألا وهي المهارات الرقمية في مكتبتكم المحلية هو مبادرة منفذة في أوغندا ممولة من طرف وزارة الاتصالات الأوغندية والتي تحولت في 2021 إلى وكالة مستقلة الاستراتيجية بدأت بزياده البنى التحتيه المخصصه للمكاتب وتجهيزها بحواسيب واتصال بالانترنت والمرحله الثانيه من المبادره كانت هي تدريب مدربين اي استراتيجيه لتدريب المدربين للمكتبيين المحليين هذه كانت مرحله هامه في المبادره والتي مكنت من تكييف المكتبات للحاجات للح... الخاصه للمجتمع المحلي المحيط بها. وبعد ذلك اطلقنا حمله تواصل في 2014 كانت حمله تواصل اطلقت في الواقع من طرف المكتبيين الذين حضوا بتدريب في اطار مشروع تدريب المدربين حمله الاتصال هذه كان الهدف منها هي الوصول للمجتمع عموما وخاصه اولئك منهم الذين كانوا يريدون الوصول لموارد التثقيف والتدريب والحصول على مهارات تقريبا 14 ألف شخص تم تدريبهم في كافة أنحاء يوغندا كثير منهم أخبرونا بأنهم أطلقوا فيما بعد مبادرات لإنشاء شركات صغرى ومتوسطة وعلى الأقل 200 من هؤلاء عشر ألف نجحوا بشكل كبير بعد حصولهم على الدورة التدريبية المتعلقة بالمهارات الرقمية وآخرون أيضا تمكنوا من النفاذ للتعليم العالي في اماكن اخرى. هذا خير دليل على ان المكتبات تؤدي دورا هاما داخل المجتمعات التي تتواجد فيها. والان ساحدثكم عن مبادره جي ال ان وسأعطي في هذا الكلمه لزميلنا الموجود في القاعه. Please don't come to the mic over there. اقترب من الميكروفون رجاء. Thank you, Maria. Uh, the point. شكرا لك يا ماريا. دور المكتبات كمكان تتراكم فيه موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتقريب هذه التكنولوجيات للمجتمعات المحليه المحيطه بها ان شبكه جي هي رابطة من المكتبيين الذين يستخدمون تكنولوجيات الاتصالات من اجل توسعة الاجتماعية في الانترنت وكذلك زيادة الصمود بعد الكوارث. ونقوم بنشر اجهزة الاتصال بالانترنت عبر الساتل في المكتب في المكتبات النيجيرية. اي هي اما وهذا يمكن المستخدمين من استخدام انترنت منخفض التكلفه وغير مرتبط بالاسلاك الارضيه لانه ياتي من الاقمار الاصطناعيه وهذه المجتمعات لا تساهم في انبعاثات ثاني الكربون ولكنها على الاقل تستخدم الانترنت في الاماكن التي تعاني الاكثر ومثل نقاط الوصول هذه اكسس بوينتس لا تحتاج الا الى الكميه التي تحتاجها لمبه كهرباء صغيره الحجم ولا تكلف الا ما بين خمسين و100 دولار شهريا وحده الاتصال او الوصول هذه يمكن ان توفر وصول الانترنت بسرعه 100 ميجا بايت في الثانيه فقمنا ايضا بالاتصال بالمكتبات الوطنيه لتنفيذ هذه الخطط، نحن لسنا وكلاء لاي شركه ولاي حكومه نريد فقط ان نساعد الناس الذين يعانون من خطر الاقصاء الرقمي وتزويدهم بأداه تمكنهم من الوصول للانترنت وبالتالي التحصن من التحديات الخطيرة التي قد تتمثل في كوارث المتصلة بالمناخ وقبيل مؤتمر الأطراف الثامن العشرين المناخ أعتقد أن جهودنا في مجال التخفيف والتكيف ينبغي أن تضيف هذا النوع من أنواع الاتصال وأعتقد أن هذه الحلول قابلة للتطبيق غير مكلفة وصامدة أمام الكوارث الطبيعية شكرا عندي سؤال أطرحه عليك هذا المشروع من أقدم المشروعات في هذا الاتجاه تحاولون إذا تحسين الخدمات التي تقدمها المكتبات في مجال الوصول ذي المغزى ما نوع السياسات التي قد نحتاج إليها من أجل جعل هذا الاتصال اكثر نجاعه وحتى تكون هذه المبادره ناجعه في كل مكان بالفعل سياسه الحق في الوصول اساسيه والاطار السياسي الذي ذكرته في اطار الامم المتحده هناك من تعهد بعشرات ملايين من الدولارات من أجل معالجة التكيف والمناخ أعتقد أن هذا المبلغ كاف لتغطية الموصولية أيضا أليس كذلك؟ شكرا إفلا سمعناكم إذن الآن نمر لوكالة أممية ألا وهي الاتحاد الدولي للاتصالات قلنا لهم أعطونا أمثلة عن فضل الممارسات ولكن قالوا لنا لا سوف نعطيكم أحسن من ذلك وأتنا مارتن شايبر ليقدم لنا إحصائيات لأنهم يعتبرون أن الإحصائيات أداة هامة جدا إن أردتم سياسات محكمة فعليكم أن تبدأوا بإحصائيات وبيانات دقيقة مارتن تعمل في الـ ITU الاتحاد الدولي للاتصالات منذ سنوات وعندكم مؤشرات حول الوصول ذي المغزى نعم أستطيع أنا من فرع الإحصائيات وتحليل البيانات من الاي تي يو طبعا نعلم ما أهمية هذه الإحصائيات والبيانات آخر بيانات استخدام الإنترنت التي نشرت قبل شهر وشهر ونص تقول إن 5.4 مليار هم داخل الخط لكن 2.6 مليار هم خارج الإنترنت هذا يعني أن 67% فقط من سكان العالم مرتبطون بالإنترنت 95% لهم شكل من اشكال النفاذ للاشاره المتنقله موبل سيجنال ولكن هذا غير كاف لتغطيه جميع البشر بالانترنت ولو كان هناك ارتباط بالانترنت ربما ذلك الارتباط غير ذي مغزى وغير قوي ربما بسبب قله جوده البنيه التحتيه او التكلفه أو عدم توافر ما يكفي من بيانات داتا بيانات متنقلة. إذا قبل سنتين أطلقنا مجموعة من الغايات مع مكتب الأمم المتحدة لمبعوث التكني أو التكنولوجي مجموعة من الغايات التي نسميها الغايات العالمية وذات المغزى ونتعاون في هذا هذه المبادره مع الاتحاد الاوروبي ونحاول ان نقوم بتحويل البيانات والاحصائيات الى رؤيه سياسيه. هذه الغايات هي مجموعه من البيانات حول الاشخاص المستخدمين الانترنت وايضا بيانات متعلقه بجوده الاتصال بالانترنت وتكلفه حزم الإنترنت والكفاءات المطلوبة لاستخدام حسن للإنترنت أو ناجع للإنترنت إلى آخره هذه هامة لأن أردنا أن نحقق موصولية شاملة وذات مغزى في غضون 2030 فينبغي أن نكون طموحين جدا وعلينا أن نحدد وجهتنا قبل البدء إذا كيف أن نحقق ذلك علينا أن نعرف من أين ننطلق وأن نعرف إن كانت الأنشطة التي نقوم بها سوف توجهنا نحو المقصد they, إذا هذه الغايات تذهب في اتجاهين اتجاه الوصول الشامل أن يكون الإنترنت عند الناس في المدارس في الشركات في المجتمعات من أجل ذلك عندنا خمس مككنات ألا وهي البنية التحتية مقبولية السعر المهارات الجهاز ثم الأمن والسلامة وتقريبا كل هذه الجوانب فيها مؤشرات وغايات خلقنا لوحة تحكم اسمها اليو ام سي داشبورد والذي تجدونها على موقع الاي و وعلى لوحات التحكم هذه يمكنكم تجي... اختيار أي غاية من الغايات وأن تعرفوا ما وضع بلدكم مقارنة بلدان الأخرى أو أن تختار مقارنة بين بلدك وبلد آخر وتجد مثلا أين تم تحقيق الـ Universal Connectivity، الوصول الشامل ولا والدول التي لم يحقق فيها ذلك تلك الغاية هناك بالطبع بعض الدول التي لا نملك فيها بيانات البيانات تمكن أيضا من تمييز بين المجموعات السوسيو اقتصادية حتى نعرف أين تتواجد مناطق الإخصاء الرقمي هل هناك ايضا اقصاء لنوع جنسي دون نوع جنسي اخر نساء رجال ونعلم ان الشباب يستخدمون الانترنت اكثر ولكن هل في البلد نحتاج الى سياسه او الى اهداف سياسيه خاصه من اجل ربط المسنين للانترنت وهناك ايضا فرق بين الموصوليه في المناطق الحضريه والموصوليه في المناطق القرويه، وهل هناك عجز من حيث البنى التحتيه الذي يضاعف الموصوليه في المناطق القرويه، وهل ينبغي ان يتم رأب ذلك بإجراء سياسي، او هل هناك اسباب اخرى تؤدي الى ذلك؟ اذا هذا هو المشروع الذي لدينا، هو في الحقيقه آه شيء جيد ويحمل بشرة كما يحمل خبر سيء سوف أغطيه في مدخلتي التالية شكرا ما قلته هام جدا وهام جدا أن تنبري مؤسسة مثل مؤسستكم بهذا النوع من أنواع العمل لوران ما الذي تقومون به في إطار مشروع ديجيتال أفريكا لتحسين الوصول ذي المغزى هل تستخدمون بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات؟ لا ليس بعد أعلم أن الاتحاد الدولي للاتصالات هي جزء من التحالف لديجيتال أفريكا ويسأل عن المأمورية شكرا لك يا جاكم على الدعوة سوف أخبركم بما قمنا به خلال الأشهر العشر المنصرمة في إطار مشروع ديجيتال أفريكا وأطلقنا أيضا تحالفنا خلال الأجاف المنصرم في أديس مع رابطة اتحاد الاتصالات الدولي للجامعات الأفريقية والمؤسسة الأفريقية لرابطات الإفريقية عندنا تقريبا 11 شريكا وسبع مشروعات والهدف منها كلها هو توفير موصولية هادفة وشاملة في أفريقيا ما يهمني الأكثر بالفعل هو الدعم الذي نقدمه للدول الافريقيه في تسجيل اسماء المجال هذا الاسبوع اجريت نقاشات عده حول البنيه التحتيه في عدد من الورشات التي اجريت هنا ولكن اعتقد اننا لم نغطي كل ما ينبغي ان يناقش انا لا اعرف مثال لبلد ناجح في مجال خدمات الحكومه الالكترونيه والاقتصاد والاقتصاد الرقمي الذي نجح بدون مساعده سجل دومين محكم نحن نقدم هذا النوع من الدعم مع شركاء مختلفين و الفكره هي ان نقدم المشوره الفنيه والدعم الفني الخاص ببناء القدرات وهذا من خلال مرافق مختلفه وكان من الواضح بالنسبه لنا ان العمل مع الشركاء المختلفين هو السبيل قدما لبناء القدرات فاذا هذا احد المشاريع هناك مشروع اخر يتعلق بالنفاذ الى المحتوى المحلي طبعا ان اي كان هيئه الانترنت الاسماء والارقام المخصصه لا تتعامل مع المحتوى ولكن نحن نحتاج الى وجود مثل هذا المجال الدولي وطبعا نحن نحتاج الى ان يتمكن الناس من النفاذ الى الاسماء الدومين دومين نيمز الدوليه وهناك مشروع اخر مهم بالنسبه لنا وهو يتعلق بجوده الخدمات والامن السبراني لدينا مشروعان احدهما تقوم بادارته هيئه الانترنت آي كان وهذا يتعلق بمرافق للخوادم في افريقيا هل يمكن ان تحتفظ ببعض المعلومات مثلا للجلسه المقبله او للايام المقبله فاذا قلت كل شيء الان لن يكون لديك ما تضيفه فيما بعد شكرا That is not your, uh... أنت قد ذكرت الوصول إلى المحتوى، وكيف أن هذا مهم، وهذا يعطيني إذن الفرصة لكي ندخل منظمة حماية الملكية الفكرية وايبو في النقاش، تفضل. طبعاً إنه من دواعي سروري أن أساهم في هذا النقاش من وجهة نظر مختلفة. فأنا أريد أن أعطي لكم منظور المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية، ونحن نتحدث هنا عن المحتوى الهادف. سواء كان ذا طبيعة تعليمية أو يتعلق بالألعاب الفيديو أو الموسيقى أو الاخبار فان المحتوى يكون هادفاً اذا كان له مغزى له صله بالنسبه لك بالنسبه لهويتك الشخصيه الثقافيه وان الوايبو شاركت ولا تزال في النقاش في هذا المجال لمده سنين وهي تقوم بتقديم التقييم بالنسبه للسياسات وذلك لاننا نريد ان نبقي اعيننا على المحتوى الذي نريد له ان يكون دائما موجودا بصوره مستدامه هذا هو الجانب الرئيسي ف بدون المحتوى الذي نريده لن نتمكن من ان نحقق النفاذ الهادف اما بالنسبه للحوافز المقدمه ايضا المرافق ايضا الـ امور مثل الاستخدام المنصف وفتح المجال فتح الفرصه للنفاذ فكل هذه امور تثري حياتنا وانا ساركز على بعض المشاريع التي نعتبرها من الامثله الناجحه في هذا المضمار نحن نحتاج الى الكثير من الـ مبادرات المتقاطعة في هذا المضمار، فإنه من الصعب أن نقوم بتجميع المبادرات أو المشاريع في فئات بعينها أو في تصنيفات بعينها. إن هذه المبادرات مهمة من أجل تحقيق احتضان الجميع والشمول. وأولاً إن أفضل مثال يمكن أن أضربه لكم هو يتعلق بائتلاف اسمه إي بي سي، وهذا عبارة عن شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتقود هذه الشراكة منظمة الوايبو، وإن الهدف من هذا الائتلاف هو ان نزيد عدد الكتب المتاحه بصوره رقميه ومثلا بصوره برايل بالنسبه للمستخدمين حول العالم وان اكبر الأنشطة التي نقوم بها في إطار هذا المشروع هو نشاط اسمه ABC Global Book Service خدمة الكتب العالمية الذي يقوم بتقديم كتالوج به تصنيف لكتب مختلفة وفي الوقت الحالي لدينا أكثر من 800 ألف كتاب بثمانين لغة متاحة عبر الإنترنت وهناك 127 من الجهات التي انضمت الى هذا الائتلاف و 70 منها موجود في الدول الناميه وايضا في عام 2022 فان هناك اكثر من ألف كتاب تم توزيعه على الاشخاص حول العالم. ايضا نحن في وايب نقوم بقياده مجموعه عمل بها اكثر من 100 شخص من خمسه منظمه دوليه ومعظم هؤلاء الاشخاص موجودون هنا في هذه القاعه ان عضويه هذه المجموعه تتنامى ما الذي نفعله نحن نحاول ان نيسر النقاش وتبادل الممارسات الفضلى بحيث يصبح المحتوى الخاص بنا نحن ايضا متاحا ايضا نحن قمنا باطلاق تعاون مع ويكيميديا فنحن نقوم باتاحه المحتوى الخاص بنا من خلال منصه ويكيميديا ويمكن ان يتم ترجمه هذا المحتوى الى اللغات المحليه ويمكن ان يؤقلم لكي يتناسب مع المستوى المحلي هذا جزء من القصه ما الذي نفعله من اجل ان نضمن اننا نقوم بتعزيز انتاج المحتوى الهادف ان المعارف التقليديه جزء لا يتجزا من عملنا وجزء كبير من عملنا ونحن في وايبو نعمل في هذا المجال من حيث السياسات ومن حيث الانشطه ونحن ندعم المبادرات الخاصه برقمنه المعارف المحليه او التقليديه. ايضا لدينا مبادرات رئيسيه في اطار جدول اعمال التنميه على سبيل المثال نحن نقوم باطلاق تمويل للنشر الرقمي في امريكا اللاتينيه و ايضا نحن لدينا اداه من اجل تدريب الاساتذه الذين يقومون بتدريس الافلام او صناعه الرسوم المتحركه في الدول الناميه اذا نحن نقوم بعدد من المبادرات والامر الهام هو ان هذه المبادرات صلبه وايضا ايجابيه و تجتذب انتباه واهتمام الاطراف المعنيه. شكرا جزيلا على حديثك عن تمويل المنتجات الأسامع بصريه في امريكا اللاتينيه ولكن للاسف هذه التجربه ليست متاحه في افريقيا بعد، هل هناك من تمويل لتكرار مثل هذا العمل في افريقيا؟ ليس بعد ولكن يمكن ان نفعل ذلك الان المتحدثه التاليه نانا كاكا وميمي كاغا انهما ستشاركان عبر الانترنت ولكن للاسف هناك مشكله بالاتصال بالانترنت أنا أشعر الآن أنني هنا وحدي لأن مامي ونانا لست متواجدتان لكي تتحدثا عن العمل الذي تقومان به ولكني سأفعل ما بوسعي إن مامي ونانا كاغا إنهما مهندستان مدنية قررتا أن تغير من حياتهما المهنية وأصبحتا منتجتان لل وسائل السمع بصرية في كامبالا وهما تحاولان أن تقودا شركة تقودها النساء وهما تصنعان محتوى للمشاهدين بلغات في أفريقيا لغات يتحدثها خمسة مليون شخص والهدف هو ان نقوي قدره شركات مثل شركه ميمي ونانا واسم الشركه سافانا مون ان تصل الى السوق وان تقدم محتوى هادف فعندما يمكن اذا دخول هذا المجال يمكن لمثل هذه الشركات ان تقوم بانتاج الافلام المسلسلات وان السوق المتاح لهما قد اتسع بعض الشيء ولكن هناك بعض العوائق منها قدره الانترنت او سرعه الانترنت فانها لا زالت ضعيفة في مكان إقامتهما هذا يؤثر على نوعية المحتوى السمع بصري الذي يمكن أن تستعين به أيضا هناك أمور متعلقة بالتسعير إذا اشتريت مثلا باقة أو حزمة للإنترنت لكي تشاهد عدد من الحلقات فإن في كثير من الأحيان يشعر الشخص بالإحباط لأن الباقة تنتهي قبل أن يكمل مشاهدة المحتوى الذي اشتراه طبعا هناك مشكلة تتعلق بالقوة الشرائية من الناحية الاستراتيجية حتى تتمكن هذه الشركات من أن تحقق المرجو منها ف هاتان المرأتان حاولتا أن تعبر عن كثير مما تتعرض له النساء في بلديهما عن طريق الدراما وكانتا تحاولان أن تستعين بالدراما في هذا الصدد فاذا انهما تعتقدان انه ما من نفاذ هادف في غياب انتاج سمع بصري هادف انتاج محلي فاذا مساله الاستدامه الاقتصاديه لانشطتهما مساله هامه هنا هاتان المهندستان تركتا الهندسه وركزت على هذا النوع الجديد من العمل صناعه المحتوى السمع بصري فهذا امر يجب ان يؤخذ في الاعتبار فان العمل الذي تقومان به يحتاج الى ان يساعدهما على البقاء في هذه المهنه آه و ان احدى القصص التي قامت بانتاجها هي قصه تتعلق بولاده متعسره في قريه في اوغندا و ان الطفل او الوليد تعرض لمشكلات صحيه وكيف كيف حاولت الاسره التعامل مع هذه المشكله و محاوله ان يعطى هذا الطفل فرصه لطفوله جيده بالرغم من هذه المشاكل الصحيه هناك قصه اخرى تتعلق بامراه شابه فقدت زوجها في حادث وتقليديا اجبرت على الزواج من اخي الزوج وطبعا هذا ادى الى نتيجة مختلفة في حياتها أو إلى اتجاه مختلف في حياتها وكيف أنها تحاول أن تقوم بتمكين نفسها إذا هذه بعض القصص التي تحاول هاتان السيدتان التعبير عنها من خلال المحتوى الذي تنتجانه ممتاز شكرا جزيلا برتران روبرتو أنت تقوم بمتابعة المشاركة عبر الإنترنت أنت تقوم ب القيام بذلك طبعا بمعاونة الذكاء الاصطناعي، فهل من أسئلة عبر الإنترنت؟ نعم لدي كارلوس عبر الإنترنت، كارلوس ألفونسو يريد أن يأخذ الكلمة. هل طلب أخذ الكلمة؟ قد يفعل ذلك بعد قليل. هل من أسئلة في صندوق الدردشة؟ لا، ما من أسئلة بعد. إذا يمكن أن نتلقى الأسئلة من القاعة أرى هنا أحد الأشخاص أرجو أن تقدم نفسك وتقدم بالسؤال أو تفضل بالسؤال مرحبا أنا كوزي من بنين من وزارة الاقتصاد والمالية لدي سؤالان نحن نتحدث هنا عن النفاذ النفاذ الهادف نعم عندما نتحدث عن النفاذ، لدينا تحديان، الأول الإنترنت، هل هي متاحة أم لا؟ هل هي متاحة في منطقتنا أو لا؟ في بعض الأحيان فإننا نحصل على إشارة ولكن لا يمكننا الدخول على الإنترنت، ما معنى هذا؟ نحن نتحدث هنا عن مقاطع الفيديو والفيلم. فالبيانات التي تجمع هناك ما هي البيانات هذه وما هو مركز البيانات في افريقيا الذي يقوم بجمع هذه البيانات نحن نحتاج الى ان نسيطر على بياناتنا في افريقيا كل البيانات التي تجمع في افريقيا يجب ان تتاح للافارقه لكي يستخدموها عندما تجمع البيانات في افريقيا ثم ترسل الى مراكز بيانات خارج افريقيا ويطالب الافارقه بان يدفعوا ثمن هذه المعلومات لكي يحصلوا عليها عبر الانترنت فهذا ليس طبيعيا فاذا يجب ان تكون الامور مفتوحه وواضحه للجميع في العالم. شكرا. شكرا جزيلا. أعتقد أن هذا السؤال لك لك. شكرا على هذا تقول أونيكا أنت ما أنت ما تقوله الآن يعني أن علينا أن ننظر في النموذج المالي، كيف نقوم بتوصيل كل الأشخاص. يبدو أننا استمرينا في اقتصاد أو نظام اقتصادي استخراجي، ونحن لم ننتهز الفرصة السانحة في شكل الإنترنت. فإذا إن النظام أو الهيكل السوق الحالي به الكثير من انعدام المساواة وهذا الأمر استمر. ف... نحن علينا أن ننفتح وأن ننظر إلى التكنولوجيات الرقمية المختلفة ولكن أيضاً النماذج المالية المختلفة التي تضمن لنا أننا نقوم بالابتكار في هذه القارة وأننا نبني ونساهم بالابتكار وليس فقط وليس فقط يقتصر دورنا كمستهلكين ف بالنسبه للاحتفاظ ببياناتنا في افريقيا اذا عدنا الى المداخله الخاصه باسعار الهواتف المحموله فان المعادن التي تستخدم لانتاج هذه الهواتف المحموله فانها تاتي من قارتنا إن أفريقيا في الوقت الحالي تنفق أربعين بالمئة أكثر على أرخص الهواتف المحمولة المتاحة، إذا فنحن علينا إذا أن نأخذ هذا في الاعتبار عندما نتحدث عن التحول الرقمي. شكراً، هل من إضافة؟ هل من إحصاءات؟ بشأن البيانات في أفريقيا؟ عدد مراكز البيانات مثلا الموجودة في أفريقيا هذا جزء من مداخلتي الثانية بشأن الفجوات في البيانات نحن كنا نناقش الـ الحد الأدنى من الاتصال والمؤشرات الخاصة بذلك نحن لدينا أيضا مؤشرات تتعلق بالباندويت وكيف ترسل البيانات إلى مراكز البيانات فهذه أمور سنقوم ب آه النظر فيها في الاعوام المقبله ولكن ما من معلومات لدي الان. والباندويتس طبعا هو آه عرض النطاق. آه نريد ان نعود الى المشاركه المشاركه عبر الانترنت آه لا اعرف اذا كان معالي الوزير متواجد معنا عبر الانترنت آه الان ف ان المشكله قد تكمن في البنيه التحتيه فاعرف ان بالنسبه للدول الجزغورية الصغيره فهذه مشكله مشكله البنيه التحتيه هل يستخدمون الهوات السات... السواتل هل يستخدمون الاقمار الصناعيه هل يمكنكم ان تسمعوني نعم نسمعك بوضوح شكرا جزيلا في بابوا نيو فإن أولا أريد أن أقول أنه منذ بداية الشبكات المحمولة والتغطية الخاصة بها فنحن توقفنا عن استخدام الهواتف الأرضية فإذا معظم النفاذ يأتي من خلال التغطية المحمولة وفي الوقت الحالي فإن التغطية هي حوالي ستة وسبعين بالنسبة للسكان و بالنسبة لقوة الشبكة فهي تتراوح ما بين الجيل الثاني 2G أو 3G أو 4G والكثير من نمونا مرتبط بال المنافسة ونحن لدينا أنا لدي مداخلتان رئيسيتان فواحدة هي أن لدينا سوق مفتوح سياسة السوق المفتوح واولا كان علينا ان نقوم بتقديم المنافسه في هذا المجال الرقمي حتى نزيد من هذه الارقام. وهناك جانب اخر يتعلق بالاتصال، اريد ان اسلط الضوء عليه ولكن اولا كانت هناك تعليقات بشان مدى امكانيه الشراء او قدره الشرائيه لشراء هذه الاجهزه المحموله. اريد ان اقول انه في بابوا نيو ما لاحظناه هو ان ارخص هاتف ذكي تمكنا من اتاحته يتراوح سعره ما بين حوالي 60 او يتراوح او سعره في المعدل حوالي 60 دولار امريكي وبه القدرات الذكيه الاساسيه وعندما يقل السعر عن 60 دولار فان هناك اذا عدد اكبر من الهواتف التي تباع وهذه المعلومات وصلتنا من شركات الاتصالات في نيو جيني فاذا اذا كانت البنيه التحتيه موجوده واذا كانت الاجهزه ذات اسعار متدنيه فان هذا سيزيد من الاتاحه او من النفاذ في الدول النامية إذا أنت ذكرت أن هل هناك إذا مجال في السياسات لدعم نفاذ وجعل الهواتف في متناول الجميع آه نعم، نحن ننظر الآن على المرحلة التالية، وفي المرحلة التالية فإننا سنقوم بتخفيض الضرائب على هذه الأجهزة لكي نقدم حوافز لذلك، إذا هذه ستكون المرحلة التالية في عام 2023 حتى عام 2025. فنحن إذا نحاول أن نحقق الاتصال الهادف. فإذا نحاول أن نخفض من تكلفة هذه الهواتف المحمولة شكرا جزيلا ولدي أنباء طيبة إن السيد فينسر سألته اذا كان متواجدا حتى يعطي بعض المشوره فاجاب انه نعم يمكن ان تطرح السؤال عليه ونحن سنرد عليك بما قاله شكرا على انضمامك الينا اعرف انك مشغول فاذا اردت ان تغادر يمكن ان تفعل ذلك اذا لدينا سؤال من القاعه اسمي دنيش أنا من بنجلور في الهند من Community Networks. لدي سؤال الوزير من بابوا نيو غيني غينيا من بابوا غينيا الجديده، قلت ان هناك العديد من اللغات وهذا امر فعلا اثار انتباهي وقلت ان لديكم افكار حتى تتعاملوا مع توفير الانترنت بلغات مختلفه، هذه هي المره الاولى التي اسمع فيها ان هناك شخص يعمل على اتاحه الانترنت بلغات مختلفه و قد تكون لغات مثلا غير مكتوبه فكيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني للوزير الياباني ما الذي تفعلونه بالنسبه للاشخاص الاكبر سنا مثلا الذين يحتاجون الى محتوى سمعي وبصري وثالثا السؤال الثالث مرتبط بالتعليق من افريقيا نحن في الهند لدينا حوالي مليار شخص وما الذي نفعله حتى تصل الانترنت لهؤلاء الاشخاص هذا هو معنى النفاذ او الوصول بالنسبه لنا طبعاً أنتم في الهند من الحالات التي ركزنا عليها في التقرير، وهناك حلول مستفادة أو يمكن أن نستعيرها من خبراتكم. هل يمكن إذاً أن نعلن عن هذا المشروع الخاص بك؟ أيضاً أنت قرأت عن المشروع. الإنترنت. تتعلق بالروابط لينك والإنترنت لم تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك لكي تصل إلى الأشخاص الذين لا يقرؤون نحن علينا أن نسأل الخبراء في التكنولوجيا أن يدفعوا هذا الأمر قدما وكيف نقوم بعمل روابط hyperlinks عندما يكون لدينا محتوى إعلامي؟ ففي الوقت الحالي أعتقد أن الإجابة هي شبكة الإنترنت اللامركزية بحيث لا نعتمد دائماً على إنترنت المعتمد على البروتوكول آه، روبرتو هل من تعليقات عبر الانترنت نعم لدينا تعليق من كارلوس الفونسو يقول ان احدى المشاكل التي تواجه تعميم الوصول او النفاذ الى الانترنت هو ان الشخص الذي يتصل بالانترنت يجب ان يظل متصلا فإذا جودة الإنترنت يجب أن تكون جيدة فمثلا إذا كانت هناك مدرسة أو مجتمع نائي يتصل بالإنترنت نريد له أن يظل متصلا نعم نعم إن لدينا نفس المشكلة ف... كنا نفترض أن الجميع تمكن من النفاذ إلى هذه الجلسة ولكن عندما اختبرنا ذلك لم يكن هذا هو الحال قبل أن نصل إلى الدورة الثانية من الأسئلة أريد أن أعطي الكلمة لمارتن في العام الماضي ذكرنا هذا الأمر مع روبرتو مسألة تحتاج إلى تحسين ونريد ان نحصل على تحيين انا اسمي مارتن بوتلمان. وطبعا الاي دي ان عنصر هام ويمكن ان يستخدمه الاشخاص الذين لا يستخدمون الحروف اللاتينيه ونحن نرى ايضا ان الانترنت تخدم المجتمعات المحليه بصوره متزايده وهذا امر يتطلب منا الكثير من التعاون لان الانترنت بها عدد غير متناهي من التطبيقات فنحن نريد ان نضمن ان العناوين يمكن ان يتم الوصول اليها بصوره صحيحه هذا هو ما تحاول اي ان تحققه ولكن يجب ايضا ان توجد العناوين في متصفح الانترنت في عناوين الهوات في عناوين البريد الالكتروني في التطبيقات التي تدعم ذلك هذا امر يتطلب منا الكثير من العلم... العمل وانا سعيد اننا نقوم بتيسير هذا العمل و آه نحن ايضا ندعم اللجنه التوجيهيه التي تعمل بشان هذا الموضوع في اي كان، واذا سمحت لي انا اود ان اتقدم بنقطه اخرى، هناك جوانب تتعلق بالوصول الهادف للانترنت، ففي جميع في اماكن مختلفه من العالم آه آه فنجد أن الوصول عبر الهواتف المحمولة في متناول الجميع مقارنة لأماكن أخرى من العالم مثلا في أفريقيا ولكن طبعا هذا الأمر يحتاج إلى طاقة كهربية فإذا كانت الكهرباء موجودة وإذا كان النفاذ في متناول الجميع وإذا أيضا أخذنا الـ ان في الاعتبار فيمكن أن يتحسن النفاذ شكرا بالنسبه للجوله التاليه من جي تي ال هل سيكون هناك دفعه من اي كان انا اتوقع ذلك ولكن اعتقد ان هذه فرصه لكي نوصل المليار السكان مليار من السكان بالانترنت هذا من واقع العدد الذي لا يتصل بالانترنت او المعزول عن الانترنت بعد، اذا نتمنى ان يحدث ذلك ويقول المتحدث ان شاء الله كما يقولون في بعض اجزاء العالم. الان اعطي الكلمه للزميل من اليابان. انت تعرف اذا ان هذه المشكله او ترى ان هذه المشكله يتم التعامل معها بصور مختلفه او يتم النظر اليها بصور مختلفه في اماكن مختلفه من العالم، هل لديك اضافه؟ نعم ان الاي دي ان جزء من المشكله ولكن هناك امور اخرى يجب ان ننظر اليها بالاضافه الى الاي دي ان ففي اليابان مشكلتنا مع الاي دي ان او اسماء ال عناوين النطاقات الدوليه ف نحن لدينا هنا مشكله ان هناك بعض الاسماء بها حروف يابانيه او رموز يابانيه وهذه الرموز لا تقبلها المواقع او عناوين مواقع الانترنت وانا اعتقد ان هذه العناوين لل مواقع الانترنت قد سجلت اسماءها من اجل الحفاظ على هذه الاسماء و... أنا بالنسبة لي لا أعرف إذا كان بالإمكان أن نستخدم الرموز اليابانية أو الحروف اليابانية بالنسبة لعناوين المواقع على الإنترنت، فإذا عندما نكتب اللغة اليابانية يجب أن نقوم بالاستعانة بحروف يابانية مع رموز صينية أيضا، وإذا أردت أن تستخدم الاي ان فعليك ان تقوم ب عملي خليط ما بين هذه الحروف وهذه الرموز فاذا عليك ان تستخدم ايضا الحروف اللاتينيه على اي حال وعلينا ان ننتقل من الاحرف اليابانيه الى الاحرف اللاتينيه وغيرها من الرموز ولذلك فإن استخدامها سيكون يكون صعبا ومعقدا باليابانية. هذه من المشاكل التي واجهناها، إضافة إلى ذلك عندما تقرأ شيئا في بالأحرف اللاتينية يكون الأمر مختلفا فعندما تقرأه باليابانية فيمكن أن ترى الفرق بين اليابانية المكتوبة واليابانية التي يتحدث بها إذا كان اليو ار ال مكتوب بالاي دي ان فعندها يمكن أن تجد صعوبة في تحديد مكان اليو ار ال هذه هي من المسائل العملية وعندما تستخدم اليابانية تنتقل من سيناريو لسيناريو سيناريو آخر لكي تجد الجملة التي تبحث عنها في النص في النص الياباني كنا ننتقل من الأحرف اللاتينية إلى الأحرف اليابانية إلى أحرف الكانجي ونستخدم الألف الاحرف حسب حاجتنا اليها وذلك حتى نتمكن من تخفيف الصعوبات باليابانيه شكرا لقد انتهى الوقت المخصص لكم عليكم ان وعلينا ان نعطي الكلمه للاخرين. نحن نقدر هذه التجربه، نحن نعرف بان اليابانيين اشخاص مثقفين ولديهم امكانيات كبيره في الاستخدام والوصول الى الحواسيب. على المدى الطويل نرى بانه هناك صعوبة بالنسبة للعالم الانتقالي. إلى استخدام الأجهزة الذكية، أعتقد بأنه على المدى الطويل قد لا، ويتوقف المتحدث ويقول: أنا أتذكر عندما كان لدينا صعوبة في وضع الهواتف باستخدام المودمات، وكان المودم وكان ذلك وكنا نحاول حتى ينجح الامر ولكن كان الناس كان البشر دائما على لديهم قدره للتعلم من الانترنت أعتقد بأنه سنعود إليك لكي نعرف ما الذي يجب أن نكتبه في التقرير، وسنستعين بك حتى نضع اللمسات الأخيرة عليه. مارتن لقد تأخر الوقت، هل يمكن أن توجز قدر المستطاع؟ فقط لكي تشير إلى شيء ما ربما غاب عن بالك أن تذكره. ما الذي تقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات مع اليونسكو؟ نحن نقوم بتجميع البيانات في قاعدة بيانات للمؤشرات لليونسكو، فيه مضامين مثيرة للاهتمام تساعد في ال... من الناحية التقنية، أنت تحدثت عن ذلك. هل يمكن أن تكمل ما قلته عن الإحصائيات مع توخي الإيجاز؟ نحن لدينا الكثير من البيانات التي يمكن ان تؤدي الى نفاذ المجدي والهدف هناك قضايا متعلقه بالتكاليف كما قلت نحن لدينا مجموعه ثريه من البيانات ولكن لدينا عده ثغرات في هذه البيانات لماذا لان هذه البيانات لم تحظى بالتعاون بالتنسيق في بعض الاحيان او كان هناك نقص في الشراكات وهذا امر نحن نحاول ان نقوم بتصحيحه ونحن علينا في بعض المجالات ان نستمر بالعمل مثلا مع اوكلا وغيرها ايضا نحن نريد نحن قمنا بالتواصل ايضا مع البنك الدولي حتى نتمكن ايضا من جمع البيانات وهذا وهذا ايضا عمل مستمر ايضا عملنا على البيانات الضخمه ما يسمى بالبيك داتا حتى وتواصلنا مع الجماعات المختلفه من المهم هو ان الاجهزه بالنسبة للأجهزة يجب أن نعرف من هم الأفراد من يستخدم الإنترنت وإذا كانوا لا يستخدمونها ف... ولكي نعرف ذلك أفضل طريقة هو إجراء دراسات الاستقصائية ولكي نجمع البيانات من كافة البلدان وهناك نقص في بيانات من بلدان معينة لماذا؟ لأن الدراسات الاستقصائية تكلف مالا كثيرا حتى نتمكن من التوصل إلى التوصيلية الهادفة فإنه يجب إضافة شيء بهذا الخصوص إلى التقرير الذي نعده كيف يمكن أن نستكمل هذه التجربة؟ نرى بأن هل يمكن أن تضيف شيئا؟ نعم. أعتقد بأن البيانات التي تعتمد على تمييز الجنساني مهمة جدا حتى نرفع هذا التحدي المتعلق بالنوع الجنساني. هل السؤال هل ان تقريركم يستكمل من قبل الاتحاد الدولي الاتصالات نحن نقوم بالنظر في امكانيه حساب الوقع الاقتصادي لاقصاء المراه من الاقتصاد الرقمي وايضا النظر الى او الاستعانه بالبيانات الاخيره لكي نتمكن من تصوير مشهد نبرهن فيه كيف أن أي اقتصاد ليس لا يتمتع بالشمولية ويقصي المرأة من بين مجموعات أخرى يخسر إذا فإن مارتن أعتقد بأن نطلب من مارتن النظر بهذه المسائل هل أنت خائف مما قاله البروفيسور الياباني؟ بالنسبة لأسماء الميادين التي سيطغو عليها الأدوات أو محركات البحث، نحن نعرف ما كيف ما الذي يحصل عندما نستخدم التطبيقات للقيام بعمليات البحث، ولكن أنا لن أعاقب على هذا الموضوع، نحن نعمل مع تحالف للجامعات وذلك في افريقيا وفي اماكن اخرى اذا كانت افريقيا مهتمه بذلك اي أن، فيمكن ان نعمل معهم حتى نتوصل الى اداه بهذا المجال اذا نحن لا نحتاج الى اسماء ميادين جديده ونحن نعمل مع شركائنا ونحن نسال الناس ما الذي يحتاجون اليه ونحاول ان نوفره لهم هذا ما نفعله في كافه المسارات المتعلقه مبادرتنا لدينا اذن نستعين بدرايات والخبرات وذلك عن طريق تحديد الاحتياجيات وبعد ذلك فان المنظمات والبلدان المختلفه تقرر ما اذا كانت تريد ان تشارك في هذا الجهد نحن نقدم الدرايه والخبرات لهم وعندها الامر يعود لهم فيما لو ارادوا ان يشاركوا في الجهد ام لا نعرف بانه بالنسبه لافريقيا مما لا شك فيه بان هناك فائده في الوصول الى اسماء الميادين بالحروف المحليه ماريا شكرا فيما يتعلق بالبيانات انا اود ان اقول بانه من الضروري ان يكون لدينا بيانات مفككه ليس فقط فيما يتعلق بالجنس وانما ايضا فيما يتعلق بالنوع الجنساني نحن ليس لدينا بيانات كافية بهذا المجال. أنا أتحدث عن -أيضًا- عن المكتبات. نحن بحاجة إلى بيانات إضافية فيما يتعلق بعدد المكتبات التي ستكون موصولة بالإنترنت. وانطلاقًا من عدد هذه المكتبات نضع مؤشرات أفضل لكي نعرف أين هناك نفاذ هادف ومجدي للمعلومات. آه بالاضافه الى ذلك يمكن ان اضيف الى ما قاله زميلي دون عن السياسات وهو امر راقبناه واستنتجناه بانه مفيد لانه يمكن ان أن نشير إلى المكتبات بشكل واضح في سياسات التعاون الرقمي وأيضا سياسات الشمولية الرقمية؛ لأنه عادة المكتبات تغيب، والامر الذي يجعل هذه المكتبات غير مرئيه على مستوى السياسات العليا، هذا امر يجب اخذه بعين الاعتبار، واخيرا اود ان اضيف بانه من الضروري ان نعرف بان المبادرات، هذه المبادرات يجب ان تتضمن رفع مهارات الموظفين على المستوى المحلي. شكرا أنا سأطلب منكم أن تتحلوا بالصبر؛ لأننا طلبنا من زملائنا أن يصغوا إلى ما يحصل هنا في القاعة، وأن يقولوا لنا ما هي ردات الفعل التي تلقوها حتى يضمنوها في التقرير، هل يمكن أن نبدأ بجين؟ في غضون دقائق شكرا انا ساتوخى الإجاز اولا سد الثغره التوصيليه ستتطلب مبادرات شأن مبادرات البي ام اي وهكذا يمكن اقامه الشراكات مثلا مع البناء وغيرها ويمكن أيضا أن نستفيد من السياسات التي تستند على البيانات حتى نحدد الثغرات يمكن العمل مع الدور الاتحاد الدولي للاتصالات ايضا الشركات هي اساسيه ووضع النهج الماليه يجب ان تعتمد على سي سي اضافه الى مراكز البيانات شكرا جين هذا يتعلق بالتوصيليه ماذا عن ال توصيلية كارلوس اعتقد بان الحوار دار حول هذه المساله وعن التقبل الاجتماعي وعن الاشخاص الذين يستطيعون استخدام الاحرف غير الاحرف اللاتينيه اذا الامر يتعلق فقط بالاي دي ان بل هو بعناصر مختلفة، هناك أيضاً مسائل تعتمد على المضمون، وعندها يجب دعم إنتاج المضمون الهادف وذات المغزى، في مثلاً بابو هناك أمثلة وغيرها تحدثنا عن التمويل، وتحدثت مع باولو عن قضايا الاستدامة. وعن انتاج المضامين اضافه الى حمله تسمح بحمله توعيه لكي نقول للناس ما هو مهم اضافه الى ذلك تحدثنا عن ضروره ان يكون هناك سي سي ال ديز تاخذ بعين الاعتبار الاقتصادات المحليه فان الناس قد يكونوا معتدين على استخدام اشياء معينه من ناحيه الامن اشير الى ان هناك ضروره لتضمين بيانات تكنولوجيات تعتمد تقدم من اجل وضع السياسات الملائمه مع تعزيز التوصيليه اشير الى الى برامج الوايبو التي تضع الكتب للاشخاص العميان ايضا سمعنا عن المضامين المحليه واهميه ان يكون لدينا مساهمه من الجماعات المحليه حتى يكون لدينا حوارا شاملا فيما يتعلق بمساله التوصيليه شكرا فيما يتعلق ببناء القدرات مارغريت نعطيك الكلمه شكرا سيدي الرئيس فيما يتعلق ببناء القدرات سمعنا بان مهارات التقنيه ضروريه من اجل ان نتمكن من استيعاب التكنولوجيات وحتى تتمكن من تقديم الحلول ان رفع هذه المهارات التكنولوجيه مهمه التدريبات يجب ان تلبي الاحتياجات المحليه مع مع دعم للسجلات امر الذي يحصل في افريقيا نحن بحاجه الى ذلك حتى تكون الخدمات ذات جوده حاليا. نحن بحاجة إلى مقاربة شمولية لبناء القدرات حتى نحرص على أننا نلبي الاحتياجيات وأيضاً نعطي المهارات التي تؤدي إلى التوصيلية الهادفة. أيضاً هناك نقاش حول الهايبر لينكس الروابط إذن وعن وعن الدراسة المتعلقة بالأبجدية الـ الـ يابانية. وسمعنا عن التطبيقات بهذا المجال هذا كل شيء شكرا شكرا مارغريت مفيد جدا الرجاء أن ترسلوا إلينا كافة هذه الملاحظات التي دونتموها الأمر الذي سيسمح لنا بإنتاج التقرير الأول وأنتم ستساعدون على استكمال الصورة روبرتو هل هناك حياة في الفضاء السحيق؟ هناك تعليق من ستيفن ويريد أن أقرأ... أريد أن أقرأه أعتقد بأن هناك مساهمات رائعة من الجميع الذين اللي... يريدون زيادة المضمون الفيديو والكلام أيضاً ولدينا مداخله بابو نيوغينيا التي أخذناها اخذنا علما بها ورغبه في تعزيز التوصيليه الدامغه في اللغات المختلفه انا حسب جنسيتي السويسريه يؤسفني ان اقول باننا تاخرنا دقيقتين ولكن ربما مقارنه بالاخرين فان اداءنا كان جيدا من حيث التزامنا بالوقت اود ان اشكر كافه المتحدثين لاسيما دفني دفني هل لك ان تقفي فنصفق لها روبرتو الذي تطوع في اللحظة الأخيرة لكي يدعمنا وكافة المتحدثين والمشاركين شكرا جزيلا أرى بأن جوليان أيضا موجود فات الأوان فنحن اختتمنا الجلسة ولكن الرجاء أن ترسل لي نواتج وال... جلسه الرجاء ان ترسل لي الهايبر الذي سنضمنه ضمن التقرير فكل ما سمعناه اليوم خلال هذه الجلسه هو مهم بالنسبه الينا شكرا جزيلا على صبركم الى اللقاء